والسلام عليكم حباب قلبي، كيف حالكم؟ شو هتكون طيبين؟ شوفوا احنا بكم بفلوق جديد. شوفوا احنا وين ترى؟ او ماي جاد يا جماعه، الحر والرطوبه وغير طبيعيه. والله متنا حر. المهم اليوم يلا لا يتاخر علينا اليوم يا جماعه، بما انكم شفتوا قوارب هنا معناته اليوم انا وعبد الرحمن وين رايحين؟ تعالي لولي سلمي علي. الين قعدت لا فوتكم الين خدودها حمراء. الين تعالي شوف وجهك. الين تعالي استني. لا والله الين حمرت. الين حمرتي. ايش رايك بالجو؟ الجو حلو. نرجع روسيا؟ ما حلو الجو. نروح روسيا؟ بس ليه خربتي شعرك كذا؟ او ماي جاد، هذه ما التصاريح ما تنفع معاها. ما تنفع والله ابدا. قعدت تعبت نفسي اسوي لها شعره في انها فكته كله. المهم اليوم ان شاء الله حنروح رحله على القارب كذا مع العشاء. طيب يا جماعه اللي ما تعرفون نجينا هذا المكان اكثر من 3 مرات وكل مره يروح علينا ما تزبط معانا الرحله. ما كان مكتوب لنا يمكن يعني خيره، فاليوم ان شاء الله تزبط معانا ان شاء الله ما نتاخر. هو كذا حجز لقيته بالصدفه ومكتوب انه قارب يمشيكم في دبي كلها، تشوفوا الاماكن السياحيه وكمان تاكلوا يعني تعشوا هناك. فقلنا نروح ناخذكم معانا بهذا المشوار ان شاء الله تنبسطوا معانا. احنا جبنا من بعيد اليخت هذا، قلنا اوكي شكله حلو. شايفين اليخت الثاني، بعدين يجي القارب حقنا هذا. هنطلع هذه يلا بسرعه بس ناخذ لنا مكان. ليه كذا تحجز؟ هذا اخره الحجز حقك. هذه الاميره تروح هذا القارب. افرض طلعني اليخت هذا يا عبد الرحمن. انا خلاص الاميره يلا انا هنا رايح. يلا مع السلامه. مع السلامه. انا بطلع من هنا حتفشلي. اميره شو كفى؟ لازم اطلع من هنا. اي عادي لا تخافي حطلعك انا. لا خلاص. ايوه في طلعه هنا، تعال بالك في حديده هنا. شوف البحر كيف. هذا خور يا اميره مو بحر. لونه اسود زي سواد الليل. يلا بسم الله حتمشي بالبحر بعدين. يلا بسم الله. انتبه تطيحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. واو ان شاء الله مكيف. بس اتذكرت اليونان فاكر. مكيف مكيف ايه. الحمد لله خلاص نحن في السليم. تعالوا هنا. الله شوف مجهزين لنا 3 كراسي. يا سلام يا سلام. لي انا بقى انا هنا. اليني انت روحي عند البحر عشان تشوفي البحر وانا في النص. A few minutes later. ألين إيش بك؟ حر. حر والله ألين. تبى تقعد تحت يا أميرة جبتيها هنا فوق. غيرنا المكان يا جماعة. هنا. شوف الإطلالة قالوا لنا هنا أحلى. إيش رأيك؟ ألين حيمشي القارب حتحس بالبرد أوكي؟ والله ألين وجهها حمر. ألين. والله لسه تحر السعودية يا جماعة قاعدة هنا. لا وتوي سونيك كمان. سونيك ألين سونيك مو حران، أنت الحرانة الوحيدة هنا. حتى. هو مسكين كمان حران. وينك يا أميرة وينك؟ أنا هنا أنا هنا. خلصنا خلاص خلصنا يا جماعة. ننزل في السليم قصدك ها؟ إيه خلصنا جولة يا جماعة. والأحلى من ده كله أميرة إنه سعره مرة مو غالي صح؟ أيوه أبداً أبداً مو غالي. هو أصلاً يعني على مستواها لا يعني. أنا أصلاً لقيتها بعرض واللي هي مفروض أغلى والسعر الأغلى مرة مبالغ فيه صح؟ مبالغ فيه يعني هذا سعرها حقها. كم كان السعر أميرة؟ أتوقع كان 50 درهم. هي كانت 200 مفروض بس أخذناها ب50 درهم. أي والله حلو 50 تتمشى ساعتين ومع أكل وكل شيء. أيوه ومع أنت ترفيه كده فكرات ترفيه. بس ثاني مرة عبد الرحمن أيوه أبغى هذا اليخت أو هذا. هذا خلاص أنا جربته وخلصت منه. طيب هذا أعطيني الأبديت الجديد الحين. إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية. وصلنا المول. المول هذا
الرياض يا جماعه في العيد لو تشوفوا كيف كان زحمه. حنشوف الان زحمه ولا لا عبد الرحمن؟ لا لا ما اعتقد انه في زحمه. في لين صاحبتها بس عندها، ممكن يكون زحمه لسبب واحد انه اليوم يعني يوم عطله. ايه لين صاحبتها وقلنا نجي خلي لين ترقي لها هديه لعيد ميلادها لان عيد ميلادها بكره. تعالي هنا قربي يا اميره. ايش الحلاوه هذه؟ ايش رايك؟ ايش الفستان؟ انت وين صباح الخير؟ خرجت ومشينا في 10 ساعات ودحين لسه تقول لي لا لا انا شايفه من اول. هذا اسمها جلابيه. ادري قلت لك جلابيه حلوه والله صراحه فنانه. اكثر شيء اخذتها عشان لونها كذا. بعدين انت عارف اني انا احب اللون هذا المخضر. ايه صح؟ عشان كذا اخذته. الله الله يلا الله يلا. اي صح. احنا جينا المول اليوم عشان نشتري لصاحبه لين هديه صح ولا ايه. لا بس اميره يا جماعه انا محتاره مش عارفه ايش اجيب لها. عمرها البنت 9 سنوات. في حياتي ما جبت هديه لاحد عمره 9 سنوات. اميره من وقت بلعد الرحمن ليش اجيب لها؟ انا ما اعرف يعني هي ما هي طفله مره يعني ولا هي كبيره مره. لانه زي ما قلت لكم هذا السن محير يعني ما تدري تجيب الالعاب ولا تجيب مكياج ولا تجيب. المهم انا حخلي إيلين تختار. ايوه إيلين دائما تلعب معاها فاكيد هي تعرف ايش اللي ايه. ايش هي تحب. فاذا ما عجبتها الهديه راح اقول لهذا إيلين اختارت انا ما له علاقه. يلا لولي روح اشتري صاحبتك هديه اوكي اللي هي تحبها اوكي. اوكي. لا 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 لا. ها ها ايش لقيت؟ لقيتي هذه؟ هذا اشوف هذا لكي ولا لكريستا؟ لكريستا. والله حلوه هذه اميره صح؟ ايه هذه والله ذكرتني بها. والله بنت ذكيه والله. لا تعرف ايش كمان هي تبغى مناكير وهذا الشيء كل شوي تقول لي ممكن اسوي مناكير فعشان كذا. لا بس شوفي البنت بس اللي هي كبيره يعني ايه ممكن حق كبار. ايه تسوي فيها اظافر وكذا حلو اتوقع في هذا العمر راح يعجبها شيء زي كذا. خلينا نشوف اذا نلاقي شيء زي كذا. خلاص يا جماعه اميره اختارت هي وإلين. دائما انا واميره في صراع والله العظيم هذا صراحه انا الازلي. انا دائما احب اجيب هديه. خليني افهمه انا دائما احب اشتري هديه واحده بس تكون حلوه وكبيره كذا فاهمه. لا انا احب انه اميره لا تحب تجيب اشياء كثيره كثيره ومتنوعه ما تكون هديه واحده وخلاص كبيره. لا احب اجيب اشياء صغيره يعني ممكن هي ما تعجبها الكبيره اللي انت جايبها فانا اجيب لها عده خيارات عشان لو ما عجبتها هذه عندها هذه تسوي مناكير تسوي اساور. انا كذا افتكرت الان لما كنت صغيره كنت احب هذه الاشياء الصنع اليدوي فعشان كذا جبت لها كل اشياء الصنع اليدوي. يلا اول مره ادخل مول وما اشتري ولا شيء هذا انجاز عظيم ان شاء الله. بس تخرجي من المول وما انت ومستمره ما تشتري شيء. صح صح صح. A few minutes later. يلا خلصنا يا جماعه خلاص خلصتي. ما اشتريت شيء انا ما اشتريت شيء. ها ايش؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر لازم طلعت بتيشرت بس تيشرت واحد عبد الرحمن. ايش بك؟ شايفين يا جماعه؟ بينك فانتر. لا طيب مو انا طيب. بس حتى إيلين زي طلعت بشيء. انا الوحيد اللي ايش قاعدين تسووا؟ اني العب. تلعبوا؟ او ماي جاد امنيتي يا عبد الرحمن تحققت. يلا والله انا ماني عارف اشترينا هذا البيت لك ولا لها؟ قاعد العب معاها مره يجنن. لولي مبسوطه بالبيت؟ ايوه. غيرنا مكان يا جماعه اساس هنا كان هذا بعدين نقلناه وحطينا بداله البيت. إيه لا لا هنا صراحه مكانه احلى والله. مكانه صدقيني. طب تعالي بسالك سؤال انا. ايش؟ والله عندي سؤال انا صراحه اقسم بالله يا جماعه والله اميره تسوي حركه تستفزني تقتلني ما ادري ليه. ايش؟ قومي تعالي وريني. انت تستفزني من الصبح لليل. تعالي اقول لك تستفزني من الصبح لليل. تعالي افهمك. تعالي انت عارف الحركه اللي تستفزني. الحركه هذه تستفزك. طب اسمع انا ما حقول لك هي وما حقول لهم ايش هي. انا حمثل لكم الحركه اللي تسويها اميره دحين. ايش من حركه؟ بسم الله انا طب خذ امسك الكاميرا صوري. يلا يعني قصدك انه افصل هذا فصلت فيش التلفزيون وعندها انا حقول لك ليش انا حقول لك ليش ليش لانه احيانا عبد الرحمن تكون هنا طاوله المكوى اوكي فتضايقني ما ابغى احرق راسي بالمكوى فعشان كذا اروح على الجهه حتى لو ما في طاوله المكوى تسوي الحركه هذه دائما انا عارفها. طب انا والله طيب. بالله يقولوا لي يا جماعه والله الحركه ما تقهر اقسم بالله. طيب تفصل فيش التلفزيون وعندها فيش ثاني اوكي بدات الحرب. انا اوريك الحركه اللي انت تسويها دائما. تعال تعال والله العظيم لا فشلك قدامهم تفشيله. اميره وين ريموت التلفزيون حطيتي هذه المره؟ حتلاقيه تحت التلفزيون في الدرج الثاني. اوكي
يا الله وينو الريموت؟ شفتوا يا جماعة؟ شوفوا ما في ولا شيء في الدولاب إلا الريموت. وش يقول يا أميرة وين وين؟ آخ لا هذا مو على هذا، هذا على الريموت، ينطبق على الكاسات، ينطبق على الشواحن. حرام عليك والله أنا كذا. أي شيء يختص يعني شيء هو بغاه كذا لازم. أميرة وين؟ أميرة وين؟ أميرة وين؟ أميرة وين؟ عشان تعرفي أهميتك عندي وإني أنا ما أقدر أعيش بدونك. بس أنت ايش رايك تحفظ من اليوم وراح كل درج ايش فيه؟ لاني انا تعبت والله خلاص. يلا اكتبوا لي تحت بالتعليقات مين يستفز الثاني اكثر، حركه الفيش ولا حركه انه ما يلاقي ولا شيء في البيت لازم يسالني على كل شيء في البيت. واكتبوا لنا في التعليقات يعني اذا في احد من اقاربكم يعمل فيكم حركه مره يعني تستفزكم اكتبوا لنا هي شيء الحركه بالضبط. لا حركات استفزاز كثير بس هذا هو انت حركاتك لا دقيقه عندي حركه ثانيه اوريك اياها. تعال ايش في اميره؟ ايش في؟ ايش عندك كمان؟ ايش في الحركه هذه اللي... اميره دقيقه انا عبد الرحمن. اميره خلاص ما ابغاك تزعجيني ولا ابغيني تزعجني، انا حسوي الاديت ولا ابغاك تتكلم معاي. اوكي اوكي يا طيب. يا الله ايش عندنا من اديت اليوم؟ اوكي بسم الله. انتوا ايش بكم تزعجوني ما تخلوني اشتغل على الفلوج؟ يا الله يا رحمن يا رحيم. انا اسوي كده يا لولي لولي والله والله ضحكتها مو من شيء. وين رايح وين؟ تعالي هذه ما حتكذب، مستعد الاطفال يكذبوا. إلين إلين بابا يسوي كده ولا لا؟ شايف؟ والله يا انا لقيت خلاص عندي شهيد. لا تحاول تنكر حتى لا. كيف حالك؟ طيبين ان شاء الله نشوفكم على خير في فلوق ثاني. قلت لكم اجيب لكم فضايح. طيب يا اميره طيب يعني طلعتي فضايحي ها؟ والله حستقعد لك دحين حدور فضايح حدور الحركات اللي تعملها. انا لسه حسجلها عندك كل واحد يفضح الثاني. وبكذا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفلوق، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفلوق. ولا تنسوا تكتبوا لنا تحت بالتعليقات. لا تنسوا تسوي اكل، لا تنسوا تاكلوا يعني تقول لكم تاكلوا خضروات. وقبل ما نبدا الفيديو حابين نذكر ثلاثه من اسماءكم الحلوه. عندنا اول اسم ساره الجبوري من العراق، عندنا الاسم الثاني رندا عبد العزيز من السعوديه، والاسم الثالث حتقولوا إلين. مين هو يا لولي؟ ام يوسف. ام يوسف من ليبيا. من ليبيا. المهم يا جماعه حنروح ننام واكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش رايكم اقص شعري. اقص شعري. او جاد. هذا يعني انا اتوقع في 2022 هذا اكثر انسان يا جماعه والله حاحكيكم. والله حتطلع قريبا لا 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 في كارثه صارت بشعري لازم احكيكم عنها في قناتي، فان شاء الله راح ينزل فلوج راح احكيكم ايش صار بشعري. كارثة. المهم لا تنسوا تشتركوا في قناة أميرة وتفعلوا زر الجرس وانستغرامها وسنابها وكل شيء، وإن شاء الله أشوفكم على خير بفلوق ثاني. باي باي.